يرى علي أبو جريش رئيس اللجنة الفنية السابق لنادي الإسماعيلي أنه لابد من التركيز على المستقبل بدلا من الحديث عن الماضي بالنسبة للدراويش، وقال أبو جريشة: يجب التركيز على المستقبل بدل من الاستغراق في الحديث عن الماضي. وأضاف: مشاكل الإسماعيلي كبيرة، وواجهنا العديد من الصعوبات خلال الموسم الماضي. وعن تلك المشاكل قال علي أبو جريشة: لا داعي للحديث عنها الآن، الإسماعيلي ثالث أكبر الأندية المصرية، ويحتاج كل وقت للتركيز في تحقيق انطلاقته. وتابع أبو جريشة: الإسماعيلي ينتظر الحلول وليس فقط الكلام، وهو ما يجب فعله الفترة المقبلة. وكشف رئيس اللجنة الفنية السابقة: تعاقدنا مع عبد الله جمعة وحسين السيد ومحمد حسن، وتعرضنا لانتقادات في البداية، وأوضح في نهاية الموسم الجميع طالبنا باستمرارهم مع الدراويش. واختتم تصريحاته بالحديث عن موقف الدراويش قائلا: الموسم لا يزال في البداية، فلنترك الفرصة لهؤلاء اللاعبين حتى يثبتوا قدراتهم مثل باقي اللاعبين.